بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بداية المحاضرة بس خلينا ناخذ الحضور والغياب، في عندنا عبد الفتاح زياد موجود؟ موجود دكتور. عباس، محمد عثمان، حمزة. نعم دكتور. نعم دكتور. أي حمزة بس دكتور؟ في حمزة منصور وحمزة عبد المطلب. عبد المطلب موجود. موجود دكتور. موجود دكتور. حمزة منصور. أيتم الشبلي، أنس الغراغير موجود دكتور. فادي، نعم دكتور. حسين، عمر وليد، محمد عدنان، طيب بارك عنكم شاشة السلايد تبعت المادة. ظاهر دكتور. طيب، المحاضرة السابقة احنا وصلنا لعند الاركتكتر، وكنا نسولف عن تحديدا الكلاينت سيرفر اركتكتر، وقلنا ان جنرال بكون في عندنا تو مين كومبوننتس زي ما انتم شايفين الصورة، في عندنا كلاينت وفي عندنا سيرفر. السيرفر ميزته الرئيسية انه always on وهاز permanently IP address also it acts as data center for scaling. وقلنا data center for scaling زي ما يجي السلايد اللي بعديها انه كمية الداتا اللي مطلوبة من السيرفر اللي بيزود خدمة معينة يكون هائل. اثنين، المناطق التي يتم طلب الخدمة فيها من قبل هذا السيرفر تكون متنوعة ومتوسعة. لذلك كان في عندنا اللي هو لابد أن يكون في عندنا موجود هيراركي. هذا الهيراركي بوضح لنا عملية اتصال أكثر من سيرفر يقدموا نفس الخدمة، منه بكون أقرب للمنطقة ومنه بكون أقرب للموقع اللي أنت بتاخذ منه الداتا. بس أضرب لكم مثال بسيط إنه مثلا اللوكال سيرفر اللي بكون موجود تابع للشركة اللي انت بتزودك بالخدمه، هذا بكون داخل البلد اللي انت بتتلقى منها الخدمه لاي شركه اتصالات، يعني اللي بتزودك بالانترنت. الان اذا كانت المعلومه اللي انت بتبحث عنها موجوده داخل السيرفر هذا بزودك بها مباشره، لكن اذا كانت الخدمه غير موجوده
او الماده العلميه اللي انت طالبها او الماده اللي انت طالبها غير موجوده بالسيرفر، رايح يرجع للسيرفر اللي بنسميه الريجنال سيرفر، اللي هو موجود في المنطقه اللي بتحتوي البلد تبعك. اذا ما لقاهوش بيطلع على جلوبالي سيرفر اللي هو اوسع يعني عالمي، وبصير عملية إحضار المعلومة هاي أو الداتا هاي من الجلوبال للريجنال لللوكال للي هو السيرفر تبع الشركة. كل موقع سيرفر يتم وصول الداتا هاي إله يتم الاحتفاظ بها. ليش؟ لأنه على سبيل المثال طلب هاي المعلومة اليوم فادي ما لقاهاش سيرفر الشركة موجود عنده، برجع للي هو اللوكال سيرفر، بعدين للريجنال سيرفر، بعدين للجلوبال سيرفر وبجيبها. الآن مجرد ما جابها بتصير موجودة بكل سيرفرات. بعد 5 أيام طلبها مثلا حمزة من فوق، بلاقيها موجودة وين محفوظة؟ موكون موجودة محفوظة بالسيرفر تبع الشركة. فما فيش داعي للدواخين الأولانيين اللي سويناها قبل شوي لما فادي طلب المعلومة. طبعا عملية إحضار الداتا من السيرفرات المرتبطة مع بعضها البعض اللي هي بتكون الداتا سنتر هاي ما بتخلص، يعني التوقيت اللي احنا سولفنا به، يعني قديش انا سولفت حتى احضار بالهيراركي المادة المطلوبة هاي مثلا نفضل اخذت معي دقيقة، لكن عملية احضار الداتا من الجلوبال على سبيل المثال سيرفر تاخذ فقط اجزاء من الثانية وحسب سرعة مزود الخدمة اللي بتسويها. طيب هاي حبيت ارد عليكم عليها مره ثانيه. والجزء الثاني اللي هو متلقي الخدمه الكلاينت. طبعا متلقي الخدمه مينلي له خصائص بتميزه عن اللي هو مقدم الخدمه اللي هو السيرفر او الخادم. اول شغله انه لازم حتى تحصل انت ب اللي هو كلاينت سيرفر مود حتى تحصل على خدمة المعلومات لازم تكون متصل بسيرفر. طبعاً بس رايحين نذكركم مجموعة من السيرفرات اللي بتقدم لنا خدمات عالمية. اثنين، قبل شوي قلنا اللي هو السيرفر دائماً وباستمرار لازم يكون أونلاين، موجود أونلاين، يعني دائما جاهز لخدمه اللي هو الكلاينت، يعني 24 ساعه باليوم 7 ايام بالاسبوع. بينما الكلاينت مش شرط انه دائما يكون موجود اونلاين او على الانترنت او موجود على الشبكه، لا هو بيدخل على الشبكه في حال انه يستخدمها ما عدا بالايام هاي احنا بنكون موجودين اكثر من السيرفر. تلاحظوا صح ولا لا؟ دون مين بيقدر يقول لي as a client الآن حالياً إحنا نكون موجودين أكثر من السيرفر المشتغل، مين بقدر يقول لي شيء؟ دكتور، لأنه الكلاينتس بيختلفوا على حسب اختلاف متطلباتهم. بالضبط، لكن حالياً إذا بتلاحظوا التلفون ما بقى عشانيلك، يعني هاي اللي بيصلح النقطة. انت شابك باستمرار يا على الواتساب يا على الفيسبوك يا على الايميل يا على كذا، يعني بجوز الا تاخذ بالك ساعتين لفظه التليفون بيدك، وبالتالي احنا صرنا يعني بدي اوصل لك اياها الفكره بطريقه مختلفه. انه انت المده اللي بتقضيها مشابك على السيرفر بتتلقى منه خدمه انت الان موجود، لكن ان جنرال المعلومه يعني هي صفه عامه انه ما بكونش متصل باستمرار. كمان قلنا لكم ضربنا لكم مثال على الاي بي ادرس شلون بتغير من مكان الى اخر بالنسبه للكلاينتس. وايضا قلنا لكم من المميزات الرئيسيه انه الكلاينتس ما بتتخاطبش مع بعضها البعض دايركتلي، لازم يكون في وسيط. لازم يكون في ايش؟ لازم يكون في وسيط.
يعني ما بين كلاينت وكلاينت حتى يتم التواصل لازم يكون في عندك وسيلة. مثال تحكي مثلا باستخدام واتس اب، ما بتقدرش تودي رسالة واتس اب مباشرة لجهاز آخر إلا إذا كان في عندك خادم بيقدم لك الخدمة هاي، بيقدم للمرسل وبيقدم للمستقبل، فأنت دورك بتكون مرسل ومستقبل at the same time. لكن كونك أنت مرسل ومستقبل at the same time ما بتقدرش إنه communicate يعني تتصل مع another client إلا باستخدام هذا الخادم أو باستخدام هذا الخادم. طيب الداتا سنتر فور سكيلينج شرحنا لكم اياها قبل شوي، قلنا لكم سبوز كبير في عندنا هيراركي، هذا الهيراركي بيساعدنا في عمليه تحسين المعلومه وحسب توزيعها في المناطق. بس بدي اشير لكم هون لعدد السيرفرات مثلا اللي ما عندوش فكره لما نسولف عن السنتر السيرفرات هاي، ممكن يكون بالهاوس الواحد للسنتر. يعني احنا موجود عندنا قلنا شو في سيرفر موجود للشركة، سيرفر موجود محلي، سيرفر موجود بالمنطقة اللي موجود بها البلد تبعته، سيرفر عالمي. طيب هل يقتصر وجود هذا على سيرفر واحد يعني جهاز واحد فقط؟ لا. ليش؟ لانه بالعاده السنترز هذول بالمراكز بيكون في عندنا هون لانه بشتغل فوق تحت 100,000 سيرفرز at the same center، يعني بنفس السنتر نفس المركز بيكون في عندنا 100,000 سيرفر. ها طبعا هذول بيكون وين موجودات شباب؟ في المراكز المختلفة. بالمراكز، المركز عبارة عن إيش؟ عبارة عن مجموعة من السيرفرات. مجموعة من السيرفرات تكون موجودة داخل بناية، هاي البناية نسميها سنتر، وممكن يكون برضو حجم أقل. الحجم هذا الأقل بيحتوي على hundreds of servers. يعني أضرب لكم مثال بسيط، مثلاً الجامعة عندنا مركز الحاسوب ومركز التعليم الإلكتروني هي مثلاً على سبيل المثال ماكسيموم 6 سيرفر، أوكي ماكسيموم 6 سيرفر لأنه إحنا مش بحاجة لأكثر. لكن لما بتسولف أنت عن مثلاً الإنترنت كوميرش أو كوميرس أو نسولف عن الأمازون والإي باي، نسولف عن الجيميل ياهو ميل، معناته إحنا بنكون بحاجة إلى عدد كبير من السيرفرات حتى يقدر يقدم خدمة. إذن عدد السيرفرات يا شباب يتناسب مع عدد اللي بيستخدموا الخدمة. لما نسولف عن طلاب الجامعة ماكسيموم الموجودين داخل الجامعة 1000، لما بنسولف عن الياهو ميل احنا بنسولف عن الدنيا كلها بتستخدم الياهو ميل. لذلك كان لسبب انه يكون في عندنا الهيراركي اللي سولفت لكم عنه قبل شوي، جلوبالي اوريجينال ولوكال والسيرفرات تبعت الشركة المزودة لخدمة الانترنت. طيب الاركتكتشرز الثاني المكون للشبكات النوع الثاني الموازي او يعني بسيط اللي هو الكلاينت سيرفر اركتكتشر اللي هو بيور بير تو بير. بيور تو بير تو بير يعني هو فعلا عمليه الاتصال اللي بتصير بين جهازين فقط، اللي هي الدايركت كوميونيكيشن بين pairs of internally connected hosts. هذول بنسميهم اللي هن
اثنين اللي بتصل مع بعض من البيرس. اللي مشبك معي قبل شوي قلت لكم ما فيش دايركت كوميونيكيشن بين تو من مين ومين. اللي هي الجلوبالز وغيرها. لا قلت لكم ما فيش دايركت كوميونيكيشن بين مين ومين. الكلاينت سيرفر. بين كلاينت والسيرفر. كلاينت والسيرفر اه. بين تو كلاينت. بين تو كلاينت. اذا كان في عندنا تو كلاينتس. الكلاينت سيرفر المود. هذول ما بتخاطبوش مع بعض. مين بقدر يفصل لي كيف ما بقدروا يفصلوا مع بعض؟ انت قصدك على الاولى دكتور؟ الاولانيه الاولانيه الكلاينت تو كلاينتس ما بقدر يتخاطب مع بعض دايركتلي، لازم يكون في بينهم ميديوم. بالضبط. لا لازم يكون في وسيط. وسيط مش ميديوم، وسيط. وسيط اللي هو السيرفر. الان بالبير تو بير اركيتكتشرز الميزه الرئيسيه عكس الكلاينت سيرفر، انه هذول هن بتخاطب دايركتلي مع بعض. شو يعني دايركتلي مع بعض؟ يعني بتخاطب مباشره مع بعض البعض بدون ما يكون وسيط بينك. لذلك اول ميزه من ميزاتها قبل شوي قلنا الونو الوسيط، الوسيط السيرفر. اذا بالبير تو بير نو اولويز اون سيرفر. ليش؟ لانه واحد منهم بيشتغل as a server وواحد منهم بيشتغل as a client. كيف يعني؟ يعني واحد يزود الخدمه وواحد تلقى الخدمه. برضه مش مبانين. يعني انت كجهاز بنفس الوقت بترسل داتا، تصير انت الان مزود للخدمه، وبنفس الوقت بإمكانك تتلقى داتا. طبعا داتا قلنا خمس أنواع مختلفة. ها مين مسمينا يا شباب على السريع؟ الدكتور تكست فيديو أوديو. ممتاز، هذا اللي نقصد به. إذا أنت على مقدرة تامة أنك ترسل وتستقبل at the same time، معناته أنت الآن صرت موجود داخل شبكة اللي هو peer to peer. Communicate directly with another peer, send or receive at the same time. Not يعني مش شرط إنه أنت تكون always on. وself scalability. Self scalability اللي هي self scalability، قلنا بما إنه في عندنا إحنا انت بتقدم الخدمه، معناته كل ما اذا صار عندنا جهاز جديد موجود داخل البير تو بير مود الشبكه، يعني فيجيب لنا ايش؟ فيجيب لنا معلومات جديده، وما انه معلومات جديده معناته بيقدر يقدم لنا خدمه جديده، وهي الخدمه الجديده بتكون افيليبل لمين؟ بتكون افيليبل لباقي البيرز اللي موجودين داخل الشبكه. الآن إذا كان إحنا موجودين لاحظوا عندنا بالرسمة على الجهة اليمين، إذا صار عملية تنقل من مكان إلى مكان آخر، معناته بكون في عندنا إحنا القدرة والإمكانية على أنه إشي رئيسي يتغير. شو الإشي الرئيسي بالعنوان تبعنا؟ الآي بي أدرس. هل بتغير الماك أدرس شباب؟ الماك أدرس ثابت. شو اللي بتغير اذا انتقلنا من مكان الى مكان اخر؟ الاي بي ادرس. اذا بالبير تو بير زي الكلاينت سيرفر هاي اللي بوصف اياه has the ability to change the IP address. يعتمد على ايش؟ يعتمد على انه الانتقال من مكان الى مكان اخر، يعني الحركة. طيب
إذن برضو في عندنا نقاط رئيسية متعلقة بالبيور بير تو بير أركيتكتشر، إنه البير تو بير الباراديغم let the duty of a server be shared by some users that want to participate in the process. الآن إذا كان في عندنا من ضمن الـ end host يعني الـ end system، إذا كان إحنا بدنا نشرك واحد من السيرفرات يكون موجود معنا في الشبكة البير تو بير، يعني مثلا على سبيل المثال كنا موجودين داخل الجامعة وبدنا السيرفر اللي موجود بمركز التعليم الإلكتروني إن يشاركوا في العملية وقدمنا خدمة، قدمنا خدمة الآن النظرية إنه بقول لك instead of allowing several clients to make a connection and each download a large file, the server can let each client download a part of the file and then share it with the each client. إذن هو سمح لنا إنه إحنا نأخذ الداتا منه، لكن بما إن إحنا بنشتغل على peer to peer mode ممكن انه الداونلود يصير على اجزاء موزعه على جميع اللي هو الاجهزه المكونه لشبكه البير تو بير، بحيث انه نتشارك في هذا الفايل، وخصوصا اذا كان الفايل كبير، خصوصا اذا كان هذا الفايل كبير. لانه ليش؟ لانه قلت لكم عاده السيرفر مميزاته الرئيسية إنه بكون اللي هو الحيز اللي يحتفظ فيه بالداتا ماله كبير، كبير مقارنة مع مين؟ أنت لما تقول كبير أو صغير معناته بدك تقارنه مع إشي، كبير لما أنت بدك تقارنه مع الكلاينت. ليش؟ لأنه سواء الكلاينت المكان اللي يخزن فيه الداتا أو البروسيسنج تبعته محدودة مقارنة مع مين؟ مقارنة مع السيرفر. بهذه الحالة يصير في عندنا عملية شيرنج للفايل اللي هي البيج فايل من خلال استخدام اللي هي الخدمة اللي بيقدم لنا اياها السيرفر. طيب منين الآن بعد ما انهينا من المقدمة الرئيسية بالنسبة للتونز بير تو بير والكلاينت سيرفر، رايحين ننتقل لموضوع آخر، هاو إنه الأجهزة تتصل مع بعضها البعض، شو هي البروسيس اللي إحنا بنستخدمها عشان تتم عملية الاتصال ما بين الأجهزة. أول شيء بدنا نعرف لكم شو يعني البروسيس. البروسيس هو عبارة عن بروجرام running within a host. Within a host. إذن البروسيس هو عبارة عن برنامج بيعمل في الهوست، وقلنا من هم الهوست عندنا بالشبكة شباب؟ هم السيرفرز. مثل طيب ممتاز. الآن قلنا الاختلاف الرئيسي ما بين الكلاينت والسيرفر إنه في عندنا مينلي حسب المثال نسولف عن اوبريتنج سيستم، لكن من حيث تسلسل نقل الداتا للسيرفر او للكلاينت تكون نفس اللي هي المراحل اللي بتمر بها نقل الداتا. يعني
ينتقل من الابلكيشن لاير للفيزيكال لاير نفسه وين؟ للسيرفر نفسه بالكلاينت. اذا عمليه الاتصال ما بين البروسيسز هذول اللي هن موجودات من الكلاينت للسيرفر تكون وين؟ تكون من خلال بدايته بالابلكيشن لاير اللي هي طبقات التطبيقات. الان عمليه الاتصال ما بين اللي هو البروسيسز ان تو ديفرنت هوست، يعني لما يكون في عندنا تو هوست كوميونيكيت ويز ايتش اذر تو ذا بروسيس، يكون العمليه اللي هي من خلال تبادل المسجز، تبادل الرسائل. طيب احنا بالكورس تبعنا رايحين نركز على الكلاينت سيرفر، على الكلاينت سيرفر. طيب نتعرف على البروسيس اللي موجوده بالكلاينت والبروسيس اللي موجوده اللي هو السيرفر. الكلاينت بروسيس هي البروسيس اللي بتسوي لنا عمليه بدء الاتصال، انشاء الاتصال. كيف؟ يعني على سبيل المثال لو جيت سالتكم الان قلت لكم عمره حاجه معك سيرفر بدون ما انت تحكي معه، بتقول لي مستحيل. اذا من هو اللي بيبدا بالاتصال؟ اللي بيبدا بالاتصال واللي بينشئ الاتصال بالبدايه اللي هو الكلاينت بروسيس. لانه قلنا احنا البروسيس يتم الاتصال between two different hosts من خلال exchange the messages، معناته when you initiate the communication، معناته شو انت بتسوي قاعد الان شباب؟ شباب معناته انت قاعد بترسل رسالة، ترسل رسالة. اذا to communicate you should send message، لكن المسج هاي بتصير بين ايش وايش؟ بين two processes. اللي هي البروسيس اللي بتكون شغاله، او البروجرام اللي بيكون شغال بالكلاينت، والبروجرام اللي بيكون شغال بالسيرفر. طيب كمان شغله مهمه انه to communicate you should have the same application when be two parts اللي هي المكونات الرئيسيه بالكلاينت وبالسيرفر. اذا لازم بالطرفين have the same application to send messages. يعني اشرح لكم اياها بالعربي. الان انت بدك تودي رساله واتساب لجهاز ثاني، جهازك بكون في عليه application اللي هو واتساب. حتى تودي انت رساله واتساب من جهاز اخر من خلال الوسيط، الوسيط لازم يكون في عنده اللي هو السيرفر اللي بيخدمنا بالواتساب، والطرف الثالث اللي انت بدك تتصل به لازم يكون في عنده برنامج واتساب. في هاي الحاله تتم اللي هي تبادل الرساله. اذروايز اذا سقط واحد من الاطراف الثلاثه هذول معناته عمليه ارسال واستقبال الداتا مش راح يتم، ما بتمش نهائيا. مثال ثاني زي ما مكتوب عندكم سلايد، الويب ابلكيشن من خلاله الكلاينت براوزر بروسيس اكستشينج مسجز ويز ذا ويب سيرفر بروسيس. اذا انت كجهاز بدك تستخدم الويب ابلكيشن، يكون في عندك اللي هو الويب ابلكيشن براوزر بروسيس، وهاي البروسيس بتسوي عملية تبادل رسائل ما بينها وما بين الويب سيرفر بروسيس. خلاصة عملية تبادل
الرسائل ما بين الطرفين المتصلين يتم من خلال اللي هو مسجنج، يتم من خلال المسجز. وإنشاء المسجز هاي يتم من خلال اللي هو الابليكيشن لاير. الابليكيشن لاير هاي بتكون موجودة بالهوست. حتى يتم هاي العملية لازم اللي هو استخدام البروسيس اللي نشغلها وين بالهوست. طيب ننتقل لمصطلح جديد آخر برضو تابعه نفس العملية، عملية الاتصال ما بين الكلاينت والسيرفر لسوكت. السوكت اللي هي الان بوينت فور ابروسس. لاحظوا عندنا بالرسمة في عندنا على اليسار ابلكيشن لاير طبقة التطبيقات، في عندنا البروسيس تحتيها باللون الأصفر اللي هي السوكت. إذا هي الـ endpoint for the process. إذا حتى يتصل الجهازين مع بعض البعض لازم الـ two sockets are need to communicate. في له تعريف ثاني آخر ممكن يكون أسهل شوي، اللي هو بيكون هو عبارة عن بوابة ما بين application process and in transport protocol. هي الطبقة رقم اثنين. الطبقة رقم اثنين لاحظوا أننا هون نشتغل على كم طبقة؟ نشتغل على خمس طبقات: application layer، transport layer، network layer، link layer و physical layer، أو data link layer و physical layer. الآن هاي تعتبر بوابة ما بين الابليكيشن layer وما بين اللي هو الترانسبورت layer. طيب كيف تعمل هاي السوكت؟ شلون نشتغل بيها وشلون نستخدمها؟ الرسالة اللي احنا بنرسلها من one process to another must go through the underlying network. يعني عملية ارسال الرسائل من جهاز الى جهاز اخر يفترض انها تتبع نفس الخطوات في الخمس طبقات: application layer and up to the physical layer حتى تطلع اللي هي بطريقة البيتس 0-1. الآن البروسيس اللي موجودة بالهوست هي إلها القدرة to send and receive message من وإلى السوكت. ولا تنسوش إن السوكت هي عبارة عن إيش؟ software interface. software interface not اللي هو hardware interface. ما بين إيش وإيش؟ كمان مرة، ما بين الـ application layer والـ transport layer. إذن هي عبارة عن واجهة ما بين الـ application layer والـ transport layer وين؟ داخل الـ host. إذن كمان مرة للتوضيح أكثر، هي بنشبهها لبوابة. هاي البوابة بتكون ما بين الـ two layers اللي sending process shows messages outdoor و sending process relies on transport infrastructure on the other side of the door to deliver the message to the socket at the receiving post. إذن عملية منطقية جدا إنه هاي الرسالة يتم إخراجها من خلال البوابة هاي اللي هي السوكت وتطلع على الترانسبورت لير.
بالجهة المقابلة في المستقبل، يعني في مستقبل الرسالة، راح يصير عملية عكسية اللي هي من خلال البوابة هاي راح تدخل الرسالة من الترانسبورت لاير وهتدخل على اللي هو الابليكيشن لاير. طبعا في عندنا حسب الترانسبورت لاير معناته انه هي على علاقة وطيدة مع الترانسبورت لاير، راح يكون في عندنا نوعين رئيسيين. النوع الاولاني اللي هو السوكت ويز يو دي بي، والنوع الثاني اللي هو السوكت ويز بي سي بي، اللي هم التو مين بروتوكول الموجودات عندنا اللي هو الترانسبورت لاير. موجودات وين؟ الترانسبورت لاير. ما يميز الـ UDP زي ما أخذتوا به شبكات الحاسوب واحد إنه no need to establish the connection، يعني ما فيش داعي إنه إحنا نأسس الاتصال حتى إحنا نبعث الرسائل. مجرد ما يكون في عندنا رسالة إحنا نسوي لها عملية إرسال مباشرة. لذلك نقول إحنا no handshaking before sending data. الهاندشيكينج مين بيقدرس يفصل لي شو الهاندشيكينج شباب بالشبكة؟ كيف بيتم الهاندشيكينج؟ شباب؟ انتو؟ معاك يا دكتور، معاك يا دكتور. يلا شو الهاندشيكينج؟ زمان ما بعرف يا دكتور. يعني السلام، كيف يعني السلام؟ في سلام عبر الشبكة؟ عمرك شفت جهاز بتسلم على جهاز؟ كيف بتصير طيب هاي دكتور؟ يهزوا ايدينهم بدين بعض عمرك شفتوها هاي؟ هاي أول مرة يا دكتور. هاي أول مرة؟ يلا مين بعنده سامحة قبل المرة؟ طيب المحاضرة الجاية